إذا تحدثنا حول أول سؤال من ضمن الأسئلة وهو إذا كنت أرتدي نظارة طبية ما الذي سأفعله ما بعد العملية؟ الحالة وأنت بتلبس نظارة طبية أو نظارة شمس حتى هتلاحظ هنا أنه لا يفضل أن أنت ترتدي النظارة ما بعد العملية ولمدة أسبوعين، وده نظر لأن النظارة أول ما هتتوضع فيه هنا هتلاحظ أنها تكون على العظمة الخاصة بالأنف والحاجز الأنفي، فلا يفضل أن أنت ترتدي النظارة. ولو ان انت ترتدي النظارة حاول قدر امكان انت تطلعها لبره بحيث انها لا تتحمل على الانف. طيب ما بعد الاسبوعين هتلاحظ ان انت يمكنك ان انت ترتدي النظارة، ولكن هتلاحظ ان في بعض الدكاترة بينصحوا ان انت ممكن ترتدي النظارة عادي، ولكن نصيحتي الشخصية الا ترتدي نظارة ما بعد العملية. ولو انت حالتك لا يمكن ان انت تشوف الا بالنظارة، طبعا انت حركتك بعد العملية هتكون محدودة، ولكن حاول قدر امكان وانت في حالة ان انت لن ترتدي نظارة ان انت ترتدي النظارة في خارج العين قدر الإمكان حتى لا تحمل على الأنف.